أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Selanjutnya kita undang peserta dengan nomor tampil 126 yang akan membawakan surah Al-Anfal, surah ke-8, dimulai dari ayat 11.